أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
كما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.